البحث عن إعادة التوازن مشاهدينا ممكن أنه التي تجمع فريق الرجاء البيضاوي بفريق الكوكب المراكشي رغم النتائج. الجولة 29 من البطولة الاحترافية بين فريق الرجاء آخر مباراة للنصور داخل إطار البطولة لموسم 2014-2015. دخل النصور غمار كأس الاتحاد الإفريقي الذي يتوفر هذه السنة على أعتد الفرق الإفريقية. فريق النادي الإفريقي ترجي تونسي لقاء اليوم سيخوضه الرجاء أمام المدرب السابق للفريق السيد فوق شريف ولي كاينه الرجاء فيه بوال صورنا الله يحفظه ولي شي تصاويره تكون ديال ولي هذا بدا كيف بدا كيف هذا الدراري مقبل ان شاء الله ديال الجمعه ان شاء الله بحول الله صافي في مراكش البطوله الوطنيه هذه عامين وانا كنزاول فريق امانة الرجاء البيضاوي كنفوز بجوج بطولات متتاليه هذا العام ان شاء الله. كي كيجيك خالد الحاج الحارس اللي كاين بارك الله فيك ما كانش خالد راه ما كاين والو هذا الفريق الوطني بعدا اولا نعاودو هادي انت علاش قلتي لي السلام حنا راه كنصورو قال لك كيضربها زين وهنيك كيوسقها ماركا على الزاكي مش دراسه والله ما كذب عليك ماركا على الزاكي من هود واعطاه ماركا هو وكار ماركا ماتشي خلى عندنا ماركا عندنا ماركا عندنا كره في شوشه خلادو تفشل السلام عليكم المغاربه كاملين مرحبا بكم اليوم تفرجوا كره بعدا كاينه مزيانه وصاكونا جوج بيوتا بيت ثاني عالمي بلا ما نهضر العالميه ديالنا
سي ان ان سمعتوا واش قالت صحيفه امريكيه ماشي صحيفه اللي نقولوا بنادم كيبغي يتقارن معانا يعني منك لا الماتش خليه الماتش بوحدو الماتش شوف الدور تاع الموالي غلعب معه وفاق سطيف واش كظن بلي الرجاء قادره تمشي للجروب ان شاء الله راه خاصها النفس راه النفس والكريتا راه هي كلشي فهمتيني النفس وكلشي شوف كره رياض فهمتيني اول حاجه هذه تحيات فريق العمل الى اللقاء.